يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أعلن في تغريدة أن وزارة الدفاع كلفت اللواء الركن فائز المعموري بإدارة مديرية الاستخبارات العسكرية. معلوماتنا تقول يا أستاذ حاكم أن المعموري لم يعمل طوال حياته العسكرية في الاستخبارات، وصنفه مشاة، وكان مديرا للوثائق العسكرية. يعني استخباراتنا بضابط غير متخصص. أستاذ حاكم تفضل. احنا أستاذ عدنان، أنا أترجاك، احنا ما نريد نشخص ونتكلم عن الضباط والقادة بالأسماء، بس أنا أتكلم لك بعنوان وأنت بعدين أخذ المعلومة العامة. أغلب القائد، يعني قائد العام قوات المسلحة اللي ترأسوا الحكومة، هم مدنيين، وهؤلاء المدنيين ابتداء من أول رئيس وزراء لآخر رئيس وزراء الآن حتى الكاظمي هم ناس مدنيين. صح كان يعمل في جهاز المخابرات، لكن هو خلفيته مدنية إعلامية بعيد عن الجانب العسكري البحث، يعني مو ضابط وقائد، وما يقدر. يعني هو كان يعمل في جهاز المخابرات، ما عنده تصور عن وزارة الدفاع وعن الأمن الوطني وعن وزارة الداخلية أو الأجهزة الاستخبارية. هؤلاء يجب أن يكون لديهم مستشارين أو مكتب قريب منهم، يعني أو أنا كنت أطلب أن تكون قيادة عامة للقوات المسلحة. يجب أن هؤلاء لا يعتمدون على المصالح الشخصية. اليوم أغلب التعيينات تعتمد على المصالح الشخصية، وأنا تكلمت لك يجب أن نميز بين القائد الأمني، القائد الاستخباري، والقائد العسكري.